نستمع أيضا إذا سمحت لشيء من شعرك، لأنه أكيد مشاهدينا حابين يسمعوا المزيد. ده أريد أن أقول شيئا للعرب. تفضل. أنا ولدت في وطن زعموا أنه عربي، يعني وأنا أحدثك الآن تجد أنه من الطبيعي أن أستعمل اللغة العربية، لأنك أنت عربي وهو عربي وهي عربية وأنا، هذا لا يهم. المهم أني لدي مجموعة من التساؤلات لكم يا عرب. للذي على الثورات ركب، للذي ساعد الغريب حين نهب، للذي لم يقل شيئا حين الغريب لأرضنا وعرضنا اغتصب، للذي سئم من القضايا الحالقة فهرب، للذي اغترب، للذي طبل ومجد وللملوك والسلاطين تهجد، للذي سمع فردد وغيب عقله وما تردد، للذي تعلم الخنوع والخضوع ونسي أن لغير الله لا ركوع، للذي يكنز أموالا وأمة تجوع فخانها بلا رجوع، للذي يحرم الفنون والغناء ويحل في أذهاننا استعباد النساء، يحل في أذهاننا اغتصاب النساء ويزعم أن الظلم ابتلاء وحقوق الإنسان كفر ورياء، للذي رضي بأمة تعيش في انهيار، للذي رضي بأمة من فكت عن انحدار، للذي رضي بأمة تدجن الأفكار فتزعم أن الفلاسفة كفار، للذي حاصر وجداننا بجملة من الأقفال، للذي كبل عقولنا بوابل من الأغلال فحصر حياتنا في الحرام والحلال وعلمنا الوقوف على الأطلال، وحتى لذلك المواطن البسيط الذي لم يقرأ لا معجما ولا وسيط ولم يكن له صدى وسيط، أين ذهب علم ابن سينا؟ أما كان ابن الجزار فينا؟ أما كان عندنا الجاحظ والمعري؟ يا أمة إن حدرت ولم تقري، أين علماؤنا؟ أين أعلامنا؟ يا أمة أجهضت أحلامنا، حتى متى سنتفاخر بأمجاد أجدادنا؟ ماذا سنقول إذا سألنا أولادنا، إذا سألنا أحفادنا ما كانت هي أمجادنا؟ أو لماذا هي وضيعة أوطاننا؟ أو لماذا تراجعت الحضارة في زماننا؟ أو كيف نسينا صبرا وشتيلا ورضينا أن ينكلوا بنا تنكيلا؟ وكيف نسيناها فلسطين ونشاهد المجازر من خلف التلفاز هادئين، وهم يحرقون أطفالنا، يغتصبون نساءنا، يقتلون رجالنا؟ أحينها سنمأمئ ثم نعلق الفشل على الظروف، أم سنقول تقهقرنا لأن الحروب ما عادت بالسيوف؟ أم سنعود مثلكم إلى الأمجاد والأجداد؟ يا نعجة تتباهى بلية الخروف، معذرة يا غمتي إذا كنت صليط اللسان، معذرة إذا تطاولت على مجتمع الخرفان، ولكن هذه هي حقيقة أمة قد غيبت قيمة الإنسان. ولا أنتظر إجابة، فتساؤلاتي من البداية بلا عنوان.